مدينة أم لودج تبعد نحو 230 كيلومتراً عن ينبع السعودية، وتقع جنوب تبوك العاصمة الإدارية للمنطقة. وأم لودج كانت تسمى سابقاً الحوراء، حيث يعتقد أنها تقع في ميناء حوراء أو حوراء القديم، وبنيت مكانه هذه المدينة في طرفه الجنوبي، وبقيت الكثير من الأطلال شمال مدينة أم لودج الحالية. كونها مدينة ساحلية تقع على البحر الأحمر، كان بناء السفن أو السنابيك من اختصاص سكان أم لودج، وكذلك صيد السمك والزراعة، إذ توجد آبار عذبة وحقول ثمار ما يعكس تاريخ وثقافة سكانها الذين يبلغ عددهم نحو 60,000 نسمة. يقال إن مدينة أم لودج كانت موجودة في العهد الروماني، وكانت تسمى لوكي لوما، أي المدينة البيضاء، وذلك قبل قرابة 3000 سنة. ليث بزاري، العربية، البحر الأحمر، السعودية.